مصطفى، بنرحب بيك على كوره بلس، ومليار مبروك التتويج ببطوله الجونه الدوليه المفتوحه للسكواش. ايه احساسك ان انت خدت البطوله بعد الاداء ده؟ يعني قابلت كل الكبار وفي النهايه فزت بالبطوله، ايه احساسك؟ دايما وشك حلو عليا حبيبي. لا والله دايما يعني دعم كبير من اول يوم حبيبي يا مصطفى. لازم كل البطولات هكلمك تيجي ان شاء الله. لا الحمد لله دعمك كان كبير جدا، الحمد لله من الجمهور المصريه وجمهور النادي الاهلي. الحمد لله يعني ما حبيتش البطوله تبقى مصريه على ارض يعني مصريه، طبعا بلعب خصم نيوزيلندي، خصم كان اول عالم من يومين وهيبقى لسه اول عالم الشهر الجاي، فعلا حاجه كبيره جدا. والحمد لله قدرت ان اكسب البطوله وعلى ارض مصريه الحمد لله. تمام، توجه رساله كده عبر كره بلس لجماهير الجماهير النادي الاهلي وفي كل حته. بص الجماهير هي نمره واحد، انا لسه واحد بقالي من 3 ساعات قبل الماتش 3 ساعات بيقول لي كابتن احنا زعلنا شويه في ماتش افريقيا ده، لو سمحت بس فرحنا لو حاجه صغيره، وانت فاهم قصدي كويس. انا شفت المسج دي بس والله ما ببصش على السوشيال ميديا، ببصش على الكومنتات خالص، بس انا فعلا شفت المسج دي بالصدفه، يعني ما كنتش قادر من جوه كده، اللي هو خايف ان اخسر النهارده، بس الحمد لله كان تركيز كبير جدا. مليار مبروك يا مصطفى، بالتوفيق دايما. شكرا.